في حالة ان انا بشتري دلوقتي اي حاجة من حقي ان انا اخد ليها فاتورة، وهل في شروط معينة لازم تكون موجودة في الفاتورة دي عشان تكون صالحة لاي استخدام بعد كده؟ شوفي، لازم برضو الناس تفهم الحتة دي، مهم جدا الفاتورة. ما انت مش هتقدري ترجعي لجهاز حماية المستهلك او تشتكي الشخص او او اي حاجة من اللي احنا بنتكلم فيها دي الا اذا كان معاكي فاتورة تظبط العلاقة اللي بيني وبينك. ما الفاتورة دي هي عقد، صح؟ فلازم الفاتورة دي تبقى فيها مبدئيا تبقى مكتوب خط واضح، مبدئيا تبقى مكتوبة لازم باللغة العربية او بلغتين احدهما عربية على الاقل. تمام. يعني الفاتورة طالعة بلغة مش عربية، ففي ناس كتير غلابة مش عارفين، يعني هو بيطلع له ورقة ده بيتكسف حتى يقول له واشرح لي. فالقانون رفع عنك هذا الحرج، يبقى لازم تطلع لي فاتورة باللغة العربية. وعلى فكرة لو ما طلعتش عليك مخالفة وغرامة، يعني انت ممكن بالفاتورة تروح تشتكيه تقول انه اداني فاتوره غير موصفه عشان مطبوعه بلغه غير لغه البلد. بلغه هو انت عشان تعرف المنتج بتاعك، يعني انت بتكلمني بلغه انا مش فاهمها، انت بتتكلم لغه غيري، احنا بنتكلم لغه عربيه احنا الاثنين، حطيت لي لغه فرنساوي انجليزي اي لغه كانت، انت المفروض انا ما اعرفش كده محتوى الفاتوره. الفاتوره لازم يتكتب فيها الرقم الضريبي بتاع المورد، السعر بالكامل لو فيها قسط، تتكتب فيها مواصفات المنتج وحالته وفترة الضمان. دي شروط لازم تبقى متواجدة في الفاتورة. طبعا بنشوف ان الفاتورة ما بيبقاش فيها لا ضمان ولا فيها حاجات، ولكن احنا اللي بنعمل كده. القانون لو بصيت في القانون المصري هتلاقيه في شتى المجالات على فكرة عنده حلول لكل حاجة، بس الناس اللي هي ايه بتتسامح في حقوقها.